بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي أعزائي طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، ومع اللقاء الرابع من مقرر علوم الحديث النبوي الشريف المقرر على المراكز الثقافية، نعيش هذه اللحظات بعد أن أنهينا الكلام عن خبر الآحاد وبينا بما لا يدع مجالا للشك الأدلة الكثيرة، حوالي 10 أدلة ذكرتها لكم عن حجية خبر الآحاد، وهي أدلة في غاية القوة والوضوح والصراحة، بما تجعل غير المعاند يزعن إزعانا كاملا بأن خبر الآحاد يحتج به غريبا كان أو عزيزا أو مشهورا. ثم أنتقل بكم أبنائي إلى تقسيم جديد للحديث النبوي الشريف، وهذا التقسيم ليس كسابقه باعتبار العدد، وإنما هو باعتبار القبول أو الرد، باعتبار القبول أو الرد. ومن هنا يعلم أن الحديث واحد من اثنين، إما أن يكون مقبولا نعمل بمقتضاه ونحتج به متواترا كان أو آحادا، وإما أن يكون مردودا ضعيفا لا نعمل به ولا نقبله، ولكن نطرحه جانبا، وإنما ننبه الناس على سبيل التحذير منه حتى لا يفتنوا به أو يعملوا به فيخطئوا خطأ كبيرا. طبعا إذا بدأنا أبنائي وأعزائي نبدأ بالثمرة الناضجة، الثمرة الحلوة، الثمرة التي سنأكلها ونفيد منها. هذه الثمرة التي نبدأ بها والتي أقصدها الحديث المقبول، الحديث المقبول. والحديث المقبول أبنائي وبناتي إما أن يأتي بأعلى وأرقى وأمكن درجات القبول، وإما أن يأتي بأدنى من ذلك. فإن أتى بأعلى درجات القبول فهذا ما نسميه الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. إذا بلغ الحديث أعلى درجات القبول نسميه إيه؟ نسميه الصحيح لذاته. إن نزل عن هذه الدرجة ففي هذه الحالة نسميه حسن لذاته، حسن لذاته. إن نزل عن درجة الصحيح نسميه حسن لذاته، وهذا معناه أن شرط بسيط خف، وهو شرط الضبط في أعلى درجات القبول، يكون العدالة تامة والضبط تام. في ما هو دونه العدالة تامة والضبط خفيف، مش ناقص أو منعدم أو قليل، لا، يكون خفيفا الضبط. في هذه الحالة سميناه حسن لذاته وهو مقبول. ولكن هذا الحسن لذاته إن وجدنا له طرق تقويه وترقيه وتعضده وترفع شأنه
فإنه يرتفع بهذه الطرق المتعددة فينتقل من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، إلى الصحيح لغيره. إذن رقيناه إلى درجة يناطح فيها الصحيح لذاته. ولكن هل الترقية التي رقيناه بها وارتقى وانتقل إلى درجة الصحيح لغيره، هل جاءت من ذاته، من صفاته، أم من انضمام غيره له؟ طبعا واضح من انضمام وتأييد وتعضيد غيره له، ومن هنا سميناه كلمة صحيح لإيه؟ لغيره، أي أن ارتقاؤه للصحة لا من ذاته وإنما جاء من ضمام غيره له. الرابع، إذن احنا ذكرنا صحيح لذاته وذكرنا صحيح لغيره وذكرنا حسن لذاته. الرابع أو النوع الرابع في الحديث المقبول، وهو نوع تسلل، وأقول تسلل مش تمكن، أقول تسلل إليه الضعف لقلة الضبط، مش خف الضبط، لا قلة الضبط. فلما قل الضبط انحدر من المقبول إلى أفضل المردود أو أقوى المردود، لكنه نطلق عليه وحده اسم اسم ضعيف. ليه؟ لأن الضبط الحفظ، سواء الحفظ ذاكرة أو كتابة، قل. فلما قل احتطنا لسنة رسول الله فضعفناه وقلنا له اذهب واخرج من المقبول وادخل في عائلة المردود. ولكن أبنائي وأعزائي، جبر الله كسره وجبر الله قلة ضبطه، فوجدنا له ما يقويه من غيره، يعني وجدنا له إسنادا آخر برجال أفضل أو مثل الذي رووه، فأيدوه وعضدوه ورفعوا شأنه وقووه فرقوه. فلما ارتقى إلى إلى الحسن لغيره، إلى الحسن لغيره. أفقهتم أبنائي؟ إذن فلو سألت سؤالا الآن لحضراتكم، ما أنواع الحديث المقبول؟ أعتقد أن الإجابة صارت واضحة. النوع الأعلى الصحيح لذاته، الذي يليه الصحيح لغيره، الثالث الحسن لذاته، الرابع الحسن لغيره. هذه الأربعة تمثل لنا ما نسميه الحديث المقبول بأنواعه. يلا بينا ندرس أول نوع فيهم، وهو أهم نوع وأعلى نوع، وهو الصحيح لذاته. وطبعا يا جماعة، حتى في الجوانب الطبية والعرفية واللغوية، الصحة دايما تنبئ عن قوة، تنبئ عن قوة وتماسك. فالحديث الصحيح قوي ومتماسك، والحديث الصحيح يعتمد على ذاته لا يحتاج إلى معونة غيره، كالرجل الصحيح السليم الذي لا مرض فيه، يعتمد على ذاته ولا يحتاج إلى اعتماده على غيره أبدا. ومن هنا سأذكر لكم تعريف الحديث الصحيح لذاته، وهو ما اتصل سنده بنقل
العدل الضابط عن مثله من بداية السند إلى نهايته من غير شذوذ ولا علة. وقبل أن أغادر هذا التعريف لا بد أن ألقي لكم الضوء على معنى كل فقرة من فقرات هذا التعريف. أقول لكم أبنائي وأعزائي، اتصل سنده، أول فقرة، ما اتصل سنده؟ يعني إيه اتصل سنده؟ يعني كل راوي من رواة السند فيه، في كل طبقة من طبقاته سمع سماعا مباشرا صحيحا واضحا ظاهرا، تقابلا جلس كل واحد مع الآخر ونقل عنه. ولذلك في هذه الحالة نقول السلسلة متصلة. يعني إيه السلسلة؟ وليه سمينا رجال الإسناد سلسلة؟ قالوا لأن السلسلة الحديدية إن ابتعدت أو لم تتصل حلقة بالحلقة التي فوقها والتي بعدها لا قيمة لهذه السلسلة، منقطعة لا تؤتي ثمارها ولا يربط بها شيء أبدا. فهنا شبهوه بالسلسلة لأن قيمة السند في اتصاله، واتصاله يكون مشابها بالسلسلة التي من حلقات، كل حلقة متصلة ومرتبطة ارتباط وثيق بالحلقة الأخرى قبلها وبعدها. يبقى ده اتصال السند يا ولادي. طيب الفقرة الثانية في التعريف ايه؟ بنقل العدل الضابط. انتقلنا للرواة دلوقتي، رجال السند، العدل يعني ايه؟ قال لك لازم يكون الراوي لهذا السند تميز ووصف من العلماء وكل من يعرفه بأنه عدل. يعني ايه عدل؟ يعني مسلم، يعني بالغ، يعني عاقل، يعني لا يرتكب المعاصي ولا حتى ما يخل بالمروءة. يبقى إذن مواصفات تقوى، ورع، إيمان، صدق، أمانة، تدين، ما فيش بدعة بيرتكبها من أهل السنة. أيضا حتى الأشياء التي تخل بالمروءة ولو كانت حلالا لا يفعلها. ليه؟ لأنه ما دام راوي لحديث رسول الله إذن فهو من صفوة الصفوة، ولا يليق برجل وقور من صفوة الصفوة ينقل شرع الله وينقل دين الله وينقل حديث رسول الله أن يأتي بأمر يخل بالمروءة، كأن يأكل في الشارع مثلا، أو يتبول في الشارع، أو يسرق حاجة حقيرة زي قلم رصاص مثلا يسرقه. هذا كله مع أنه لا يعني حاجة، ليس من الكبائر، أو يضحك ضحكا خارج عن حدود الأدب، هذا لا يليق برجل وقور راوي حديث رسول الله، هذا يخل بالمروءة. هذا ما يتصل بالعدالة أبنائي وبناتي. ثم ماذا؟ أن يكون أيضا تام الضبط. تام إيه؟ الضبط. يعني إيه الضبط؟ يعني الحفظ. يعني إيه الحفظ؟ طب الحفظ ده قالوا له طريقتان، طريقة ذاتية وطريقة بديلة. إيه الطريقة الذاتية؟ هو أن يحفظ الراوي ما سمعه حفظا جيدا، ويذاكره كل ليلة، يذاكره بحيث يستحضره في ذاكرته متى طلب منه، أي وقت يطلب منه يكون حافظ هذا الحديث. ليه؟ لأنه سمعه، وبعد ما سمعه حفظه، وبعد ما حفظه فهمه، وبعد ما فهمه
قعد يراجع فيه ويذاكره ويعمل بمقتضاه حتى لا ينساه إلى أن يطلب منه، فإن طلب منه ذكره بدون نقص أو زيادة. طيب كويس. الضبط البديل إيه؟ قال لك اللي سموه ذاكرة البديلة، وهو ضبط الكتاب بلغتنا الآن ضبط الكراسة أو الكشكول. يعني إيه ضبط الكتاب؟ هو أن يسمع الحديث فيكتبه في كتاب، ثم يحفظ هذا الكتاب في مكان لا تصل إليه يد التحريف أو التغيير أو التبديل أو الزيادة أو النقصان. خمسة، خمسة يتحفظ منهم الكتاب. لو حفظ من هذه الخمسة صار ضابطا ضبط كتاب، وأصبح هذا الضبط سميناه الذاكرة البديلة مش الذاتية. ده العنصر الثالث. العنصر الرابع يا أبنائي في التعريف، من غير شذوذ. يعني إيه من غير شذوذ؟ يعني أن يكون هذا الراوي مع أنه ثقة، ومع أنه تام العدالة، ومع أنه تام الضبط، وتوفرت فيه كل الإمكانيات وكل ما يجعله مقبولا لرواية الحديث بل في أعلى درجات القبول، أيضا اشترطنا أنه لا يخالف من أوثق منه، من كانوا أوثق منه سواء عدد أو أوثق منه في الرجال. يعني واحد خد 95% وهو خد 90، ما يخالفش أبو 90 95. يعني مثلا هو راوي وخالف 3 من الثقات، ما ينفعش يخالف 3 من الثقات. في هذه الحالة أعتبره بمخالفته للي أوثق منه أعتبره إيه؟ شاذ، وهذا يخل بصحة الحديث ويجعله غير صحيح. العنصر الخامس يا أولادي في تعريف الصحيح لذاته، وهو عدم العلة، من غير شذوذ وأيضا ومن غير علة. عدم إيه العلة يا أولادي؟ قال علماؤنا الأجلاء: العلة هي عيب خفي قادح، يعني مؤثر في صحة الحديث في متنه أو في سنده. فمدام العيب ده الخفي اللي يعرفه جهابذة العلماء يؤثر في صحة الحديث، ففي هذه الحالة شرط أن يتوفر عدم العلة في الحديث. فإن جاءت العلة في الحديث فتسببت في ضعفه. هذا التعريف للحديث الصحيح لذاته بينته لكم على عجالة مع تفصيل وتوضيح بإذن الله تعالى. بعد ذلك ذكروا العلماء له مثالا، وهو ما رواه الإمام البخاري من طريق الأعرج عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث قالوا عنه صحيح لذاته بهذا السند. لماذا؟ لأن الأعرج وجميع رواة السند كلهم توفرت فيهم العدالة التامة والضبط التام وعدم الشذوذ وعدم العلة، والسند أيضا متصل، فالخمسة توفرت بجدارة. ولذلك قالوا عن هذا الحديث في صحيح البخاري: حديث صحيح لذاته. لكن أبنائي الصحيح لذاته
هو أعلى درجات الصحيح، واتفقنا على هذا. هل يتفاوت؟ نعم، حتى الأعلى فيه الأعلى منه، فيه الأعلى منه. وفي أسانيد وصفت بأنها سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قالوا هذه سلسلة الذهب. لماذا؟ لأنها سلسلة كلها عن طريق الحفاظ المتقنين الأئمة الفقهاء الكبار، فكلهم من أجلة علماء. فهذا لا شك أنه يعني إن جاء مع سند آخر يكون هو المتفوق على هذا السند، وهو في المرتبة أو يتفاوت علوا عن غيره. لكن العلماء قالوا هل يمكن أن نختار سند ونقول هذا السند فقط أعلى درجات الأسانيد وأعلى مراتب الصحيح؟ الجواب لا. ليه؟ لأن قد يكون السند في أعلى درجات الصحة ونجد غيره مثله، وغيره ثالث مثله، ورابع مثله. إذن فأيهما نجعله الأعلى والأدنى؟ إن رجحنا بينهما وهما في التماثل والتكافؤ متساويين، فإن هذا من باب الترجيح بلا مرجح، وكوننا نعلم أن الترجيح بلا مرجح باطل، فعلى أي أساس رجحنا؟ أنتقل إلى مسألة أخرى أبنائي وأحبائي، وهي هذه المسألة مراتب الصحيح. هل الصحيح لذاته له مراتب؟ الجواب نعم، له مراتب، ومراتبه سبعة قالها علماؤنا، وذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. فأعلاها وعلى الإطلاق ما اتفق عليه البخاري ومسلم، يعني لما الحديث يرويه البخاري ومسلم معا فهذا أعلى مراتب الصحيح لذاته. الثاني ما تفرد به البخاري فأخرجه في صحيحه. الثالث ما تفرد به مسلم فأخرجه في صحيحه. الرابع ما كان على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم معا. الخامس ما كان على شرط البخاري فقط. السادس ما كان على شرط مسلم فقط. السابع والأخير ما كان على شرط غيرهما ولكن حكم له بالصحة. فهذه المرتبة السابعة من مراتب الحديث الصحيح لذاته. هذا الترتيب ممكن أن يتغير؟ نعم ممكن أن يتغير، ولكن متى يتغير؟ يتغير إذا طرأ على مثلا المرتبة السابعة ما يقويها، وقرائن تقويها وتجعلها تعلو، فقد ترقى على المرتبة الخامسة، على الرابعة. هذا لا مانع فيه البتة. ننتقل بعد ذلك إلى مقارنة لطيفة جميلة بين الصحيحين، لأنهما هما الأعلى في الصحة، البخاري وصحيح مسلم. الحقيقة يا جماعة كثير من العلماء يعني حاول أن يقارن أو يفاضل بين البخاري ومسلم. أولا بادئ ذي بدء أقرر لكم أن الصحيحين كلاهما صحيح لا جدال ولا نقاش فيه، فكل حديث متصل في البخاري أو في مسلم صحيح دون النقاش. ليه؟
لأن البخاري ومسلم انتقيا أحاديث كتابيهما من الأحاديث الصحاح، يعني جابوا أصح الصحاح انتقاء، ولذلك كلاهما قال ليس كل حديث صحيح أدخلته في كتابي، ولكن أدخلت فيه ما أجمعوا على صحته، فلا نقاش ولا جدال في صحة الحديث المتصل السندي في البخاري ومسلم. لكن المفاضلة والمقارنة التي ذكرها العلماء، أنا من وجهة نظري الخاصة كالمفاضلة بين الفل والريحان، كالمفاضلة بين الفل والريحان، أيهما الفل يتفوق أم الريحان؟ عند بعض الناس يروق لهم ويستمتعون ويعني يسعدون ويعني يزيد قبولهم للفل، وبعضهم يزيد قبولهم للريحان، لكن في النهاية كلاهما خيار، وكلاهما عطر من العطور، وكلاهما حسن. فأقول لكم جمهور المحدثين وخصوصا المشارقة قالوا أن التفضيل أولا البخاري، ثانيا مسلم. طب ليه يا جماعة قدمت البخاري على مسلم؟ قالوا لأسباب. السبب الأول، صحيح البخاري تميز في أبوابه بالتراجم التي يستنبط منها الأحكام الشرعية في الأحاديث، فكأنه البخاري حين يذكر ترجمة اللي هي عنوان الباب، يعني ترجمة للحديث، كأن الترجمة بمثابة شرح مختصر للحديث، أو بمثابة استنتاج الحكم الشرعي من الحديث. ولا شك أن هذا في غاية الروعة، وهذا في غاية الجمال. ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه لصحيحه، فلو جمعنا تراجم جميع الأحاديث في البخاري ينتج لنا مذهبا فقهيا اسمه مذهب الإمام البخاري. ودي لا شك يعني لمحة طيبة ولمحة جميلة وفائدة عظيمة أفدنا فيها الإمام البخاري، فضلا عن الأحاديث الفقه المتعلق بالحديث. الأمر الثاني اللي رجحه به البخاري، قال لك يعني جانب شدة وقوة الاتصال وإتقان الرجال، فإن الإمام البخاري الحقيقة انتقى جدا جدا في الرجال الثقات، وكان شرطه شديد جدا جدا في الرواة الثقات. ده حاجة. الحاجة الثانية، الحقيقة إن الإمام البخاري كان من ناحية الاتصال السند ده يهتم به اهتمام شديد جدا جدا ويتأكد من السماع. الأمر الثاني ده نتج عنه، الأمر الثالث نتج عنه، إن الرواه اللي انتقدوا على البخاري رواه قلة قليلة جدا، وفي نفس الوقت يعني روى لهم ما توبعوا عليه، يعني روى لهم اللي تابعهم الثقات عليه، يعني أيدهم الثقات عليه، يعني ما تفردوش به. فهنا لا يضير الإمام البخاري، ولم يكثر أصلا من حديثهم. أيضا في جانب اتصال السند، الإمام البخاري اتخذ منهج شديد وثقيل لكن متميز، وهو إيه؟ قال أنا إذا جاء الراوي وقال عن، ما قالش حدثني أو سمعت، وقال عن، عندي تحتمل السماع وعدم السماع. فإن قال الراوي
في السند عن فلان وما قال حدثني أو أخبرني أو سمعت فلان، فإنني أشترط أنا شرطين. أشترط إيه؟ شرطين. إيه هما الشرطين دول؟ قال لك المعاصرة، ده أول شرط، يكونوا في عصر واحد. طيب حلو. قال لك اتنين، ثبوت اللقاء بينهما، لازم أتأكد إنهم التقوا في مكان واحد وجلسوا مع بعض، عشان خاطر لما يقول عن يبقى أنا أحملها على إنها إيه؟ سماع، ما دام الراوي غير مدلس. طب لو راوي غير مدلس خلاص هيعتبره منقطع، ما يعتبرهوش متصل. تمام يا جماعة؟ طيب، ده المسوغات اللي ذكروها لتفضيل وتقديم البخاري على مسلم. تعالوا نشوفوا المغاربة، وعلى رأسهم أبو علي النيسابوري رضي الله عنه وأرضاه، قال أنا هقدم البخاري على مسلم. طب إيه مسوغاتك؟ قال لك البخاري سرد الأحاديث سردا، يعني يقول لك كتاب الصلاة ويجيب كل الأحاديث الخاصة بالصلاة، كتاب الحج كل الأحاديث الخاصة بالحج، ولم يقطع الأحاديث زي ما عمل البخاري. البخاري ممكن يجيب الحديث الواحد في 10 كتب، في 10 كتب، في 5 كتب، في 6 كتب. ليه؟ لأن كل فقرة مرتبطة بالكتاب يجيب الحديث ويعيده ويكرره، لكن البخاري سرد الحديث سردا. واحد من ولادي يقول لي طب يا دكتور ده احنا بنمسك صحيح البخاري بشرح النووي باب كذا باب كذا باب كذا، وفي تراجم وفي حاجات فقهية. أقول لكم أبنائي، ليس هذا من صنيع الإمام مسلم، وإنما هو من صنيع الإمام النووي الشارح، لكن مسلم ما حطش أبواب، ودي معلومة خلوا بالكم منها وتنبهوا إليها. الأمر الثاني يا أولادي، إن سيدنا الإمام مسلم لما بيذكر الحديث في الكتاب يذكره معضدا بطرقه، معضدا يعني يذكر رواياته، يعني لو ليه 5 روايات يذكر 5 روايات، 6 روايات يذكر 6 روايات، 7 روايات يذكر 7 روايات، ويسردها كلها وراء بعضها. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة سيدنا الإمام مسلم يعتبر يعني إيه، بيأتي بالحديث وما يعضده وما يقويه في مكان واحد. الإمام مسلم لما صنف كتابه صنفه في بلده، مش زي البخاري صنفه في أسفاره، فلا شك أن التصنيف في البلد أمكن، لأنه كل شيوخه حواليه وموجودين ويتبعهم. أيضا الإمام مسلم لم يتصدى إلى الاستنباطات الفقهية، وقالوا إن عدم التصدي للاستنباطات الفقهية خلاه كتاب حديث فقط، لكن الإمام البخاري حديثه فقه، فجمع الحديث مع الفقه. طبعا في البعض بيرجح الأولى، والبعض يقول لك لا أنا عايز حديث بس وما عايزش حديث مع فقه. الأمر الأخير عند الإمام مسلم يا أولادي، إن الإمام مسلم تميز بأمر جميل جدا جدا. إيه هو؟ تميز الإمام مسلم بأنه يأتي الحديث بطوله كاملا ولا يجزئه زي البخاري، ولا يقطعه ويقسمه على الأبواب، إنما يأتي به كاملا بدون نقصان. ولا شك أن هذا من الأمور المفيدة في صحيح مسلم. ما حكم العمل بالحديث الصحيح لذاته؟ لا خلاف طبعا بين العلماء أنه ما دام سلم من المعارض وسلم من الإشكال فهو حجة من حجج الشرع يحتج به بلا خلاف ولا نزاع، كان متواترا
أو آحادا، كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، الكل سواء، وإن كانت الميزة للمتواتر لا خلاف، إلا أن الكل حجة من حجج الشرع ويحتج به في شرعنا الحنيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.